مشاهدينا سلام الله عليكم وأهلا بكم إلى موعدكم الرياضي والذي نقدمه لكم من أول قناة إخبارية في الجزائر. والبداية أين اعتبر مراد مزاز رئيس الاتحاد الدولي لمحاربة الفساد الرياضي في اتصال هاتفي بالنهار أن قرار عقوبة بلاتير وبلاتيني منتظرة، مضيفا أن أسماء أخرى ستسقط مستقبلا. واليوم حنا كاتحاد دولي لمحاربة الفساد حنا ماناش راح نحبسوا هنا، ماناش راح نسكتوا، احنا رانا نخدموا مع خبراء، مع مختصين، مع محامين، مع رجال قانون، باش رايحين نخرجوا عدة ملفات. نأكد لك بإذن الله رايح 2016 راح تكون سنة المفاجآت، راح يكون فيها عدة ملفات، يعني اللي رايحة تزعزع عدة شخصيات وعدة أشخاص اللي عندها علاقة مع الفيفا مباشرة أو غير مباشرة. هذا وتناولت الصحافات العالمية خبر معاقبة رئيس الفيفا سيب بلاتير وميشيل بلاتيني لثماني سنوات بإسهاب، قراءة في أبرز المواقع في تقرير بلال هرنون. هزة بقوة ثماني سنوات في سلم العقوبات ضربت مبنى جنيف وخلفت سقوط ميشيل بلاتيني وجوزيف بلاتير وتناقلتها أبرز وسائل الإعلام عبر العالم. في إيطاليا عنونت كاريرا ديلا سبورت ثماني رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس الفيفا جوزيف بلاتير، وفي بريطانيا نقلت The Guardian على لسان بلاتير لازلت رئيسا للفيفا، متأسف لكن لن أخجل من هذا. ماركا الإسبانية بدورها عنونت إقصاء بلاتيني وبلاتير من عالم كرة القدم بعقوبة لثماني سنوات بسبب التلاعب بأموال الفيفا. أما البي بي سي الأمريكية فقالت أن تحقيقات لجنة الأخلاق أثمرت بإيقاف لثماني سنوات. كما نشط رئيس الفيفا الموقوف جوزيف بلاتير ندوة صحفية كأول رد فعل عقب إيقافه لثماني سنوات، كشف أنه وأن القرار ظالم وسيستأنف عقوبة الفيفا لدى حكومة التحكيم الرياضية. سنرى مدى عدالة هذه الاتهامات، سنذهب إلى الاستئناف وسنستأنف القضية حتى يكون هناك تحكيم رياضي، وسنذهب إلى سويسرا. هذا القرار خلق لي أضرارا لأسرتي، لأصدقائي، لمحيطي، وسبب لي أزمة، وهذا يدل بأنه فعلا قرار غير منصف. جهز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مبلغ 29 مليون جنيه استرليني لضم الدولي الجزائري رياض محرز مهاجم ليستر سيتي في الميركاتو القادم، وهو ما يعادل 41 مليون أورو حسب الصحافة الإنجليزية، والتي أضافت بأن هذا المبلغ من شأنه أن يغري مسؤولي ليستر سيتي الذين عبروا عن تمسكهم بمهاجم الخضر على لسان مدرب الفريق كلاوديو رانيري. أكد الدولي الجزائري ولاعب نادي بورتو ياسين براهيمي أن الفريق يطمح دائما للعب على لقب البطولة، مضيفا أن إنهاء السنة في المركز الأول يمنح الفريق الأفضلية من أجل التحضير الجيد للمرحلة الثانية. هذا وكشف زوران ماميتش مدرب فريق دينامو زغرب الكرواتي بأن فريقه لم يتلقى أي عرض لضم المهاجم الخضر هلال سوداني، مفندا كل الشائعات حول تلقي اللاعب عروضا من أندية ألمانية وإنجليزية. كما أضاف ماميتش للصحافة الكرواتية بأن دينامو زغرب مستعد للتفاوض مع الأندية التي ترغب في الضم السوداني في حال كان العرض يليق بمستوى اللاعب. أبدى نادي إف سي باريس الناشط في الدرجة الفرنسية الثانية اهتمامه بضم المدافع السابق للمنتخب الوطني عنتر يحيى، والذي يلعب في نادي أنجي، وهذا لتدعيم خط دفاعه، خاصة وأن الفريق يلعب على ورقة الصعود إلى الدرجة الأولى حسب موقع لو باريزيان، علما أن نادي إف سي باريس يضم في صفوفه اللاعب الجزائري الآخر مهدي تاهرت. أكد اللاعب الدولي السابق ونجم باريس سان جيرمان في سنوات الثمانيات مصطفى دحلب بأنه يجب أن يظهر ليونيل ميسي جديد لتحطيم رقب إبراهيموفيتش التهديفي مع فريق باريس سان جيرمان، في إشادة بالقدرة التهديفية الكبيرة للمهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. وهذا في تصريح لصحيفة ليكيب الفرنسية معتبرا إياه ظاهرة في كرة القدم بعدما أصبح الهداف التاريخي للبياجي. فقد الديربي العاصمي بين المولودية والاتحاد البعض من نكهته لأسباب مختلفة، يفصل فيها محمد قريشي في هذا التقرير.
سكني مالهم قيمة وكلهم الماتين. مباراة السنة، قمة أبناء الحي الواحد ودرب الجزائر، هي ألقاب أطلقت على مواجهات مولودية الجزائر واتحادها العاصمة قطبي مدينة البهجة. نكهة تهاوت وحلاوة بدأت في التلاشي، خاصة في السنوات الأخيرة، لتصبح اليوم أقرب إليها مباراة عادية كباقي المباريات في البطولة المحلية. ما نشوفه في الدرب ماتش تاع مولودية الياسما، الشعب الأهم أنت ما تقدرش تجوز. دوك انا نشوفو بلي مكاش سوء البرمجة، عقوبة الويكلو وإغلاق مسرح الدربي ملعب 5 جويلية لأكثر من سنتين، معطيات أذهبت فريق أكبر مواجهات الجزائر حسب ما يراه أنصار الفريقين. وزمان كان 15 يوم قبل الماتش، العلامات والدنيا زاهية وكذا، دوك سمطوه كل ما يجي الماتش يبعثوه لك شهر إيغوبوكتيوه يسمط الماتش. الدربي رقم 80 في تاريخ البطولة الجزائرية، هو اليوم ذلك اللقاء الذي لم يعد يصنع الحدث رغم عراقته، على عكس الزمني الجميل وقت كان فيه صدام المولودية والاتحاد لقاء السنة بامتياز. قولوني يا السمعي تسعة دوك اللي كان رجعوا تبجنطع احنا الانصار، علاش كان الدربي حار؟ خاطر كان سيسبان وكان مأمنين بالفريق تاعنا. واقع مرير آلت إليه واجهة الكرة الجزائرية، وأحد الأشياء الجميلة النادرة في البطولة المحلية أملها أن تسترجع القليل من بريقها ومكانتها في قلوب عشاق الكرة. كما تتواصل تحضيرات أنصار مولودية الجزائر واتحاد العاصمة تحسبا للدربي العاصمي، أين يؤكد الجميع على الروح الرياضية. زميل إسلام اجتماع عاد بالتالي. لي سيبورتير ما يداوشوش ومناو يجوز ماتش سبيكتاكل مهبول وتستفاد كاع الجيري. ولاد هما كي تشوف فيهم ليشما ومولودية، وكاين خاوه واحد ليشما واحد مولوديا، واللي يلعب مليح ان شاء الله يربح. هما ليكيب كاع راهي في عين بنيان يا اخو، راهم في السونتر تاع عين بنيان، راهم بيان بريباري ان شاء الله، وانا نستناو في هذا الماتش ان شاء الله ماذا بينا نربحو. وفي بلياس ما خويا ديجا يكون الاستاد معمر ان شاء الله، ويكون الفير بلاي، وبينهما خاوه بكري خاوه يكونوا لي تيفو منا وتيفو منا، ويكون الفير بلاي وان شاء الله يربحو مولوديا، نربحوهم كيما يحبوا. هذه حاجة باينة من ذاك العام، نحوزوهم قبل 90 دقيقة. مولوديا they're better than USMA and they're gonna win. إن شاء الله مولوديا win the league. إن شاء الله. كي مرزوقي قولوا. إي ماركيو جام شي مرزوقي. وإن شاء الله وإن شاء الله. يسمح في الغالي يعني. وإحنا متأكدين باللي نربحوا USMA.